علي معلول هو حديث الصباح والمساء في النادي الأهلي وبين جماهير النادي الأهلي للحصول على خدماته، خاصة وأن علي معلول مطلوب في أندية إماراتية وأندية سعودية. علي معلول بينه وبين النادي الأهلي لعبة شد الحبل، قولي علي انت عاوز كام عشان تجدد، وعلي يقول لك اعملوا اللي انتوا تعملوه وقدروني بالشكل اللائق لكم. ليه علي معلول واخد هذا الموقف؟ علي معلول واخد هذا الموقف لانه وصلت له عروض للانتقال الى أندية سعودية وإماراتية بما يصل الى 2.5 مليون دولار في الموسم. علي معلول يرغب في الاستمرار مع النادي الاهلي وارتداء قميصه، ولا يرغب ابدا في الرحيل. سيبك من اللي بيقول لك بيراميدز ايه اللي انت جاي تقول عليه، بقول لك عروض سعودية وإماراتية جادة للحصول على خدمات علي معلول. فهنا علي معلول عاوز يكمل في النادي الاهلي وعاوز يستمر مع النادي الاهلي، لكنه حريص ايضا على الا يخسر جماهير النادي الاهلي وعلى يخسر اداره النادي الاهلي. فتم فتح الحوار بين امير توفيق وعلي معلول ووكيله خلال الايام القليله الماضيه، وذلك لانهاء تجديد علي معلول وتمديد عقده اللي بينتهي لسه بنهايه الموسم المقبل. لكن اداره الاهلي عاوزه تخلص بدري وتريح الدنيا بدري ويبقى علي معلول بيلعب ومزاجه رايق وعلي العال، فبالتالي بيتكلموا لتجديد عقده وتمديد عقده، وعارفين ان جاله 2.5 مليون دولار. وكيل علي معلول وعلي معلول لم يطلبا اي مبالغ ماليه من النادي الاهلي، لكن هم حاطين رقم في ذهنهم هيوصلوا له ولا مش هيوصلوا له. فالعروض اللي بتيجي من الخليج على علم بيها المسؤولين في النادي الاهلي، واداره النادي الاهلي حريصه على تقدير علي معلول، لكن الوصول الى رقم 2.5 مليون دولار من الخارج الاهلي طبعا مش هيدفع الرقم ده، لكن هيبقى بين الواحد ونص والاتنين. انا اقول لك كده، يبقى بين الواحد ونص للاتنين، وهيمدد سنتين بجانب السنه اللي باقيه في العقد، يبقى 3 سنين. وارد بقى يبقى 1.5 1.600 1.700، او التحرك في هذا الجانب هيبقى 2 في 3 سنة، السنه الثانيه 1.800، السنه الاولانيه 1.600، ما تعرفش هيخش فيها اعلانات ايه، ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيجرى، ايه اللي هيدور. لكن المهم ان علي معلول لا يمانع ابدا في التجديد للنادي الاهلي، لكن هناك ازمه في الطلبات الماليه. العروض اللي جات له عامله احراج لاداره النادي الاهلي، ادفع لك ايه واراضيك ازاي، واداره النادي الاهلي تتخوف من انها تقدم عرض فهو يشوفه قليل فيبقى في ازمه، فهو يفكر ان هو يمشي او يفكر كذا، وهو واحد من اهم العناصر الاساسيه في تشكيله النادي الاهلي، وواحد من اهم العناصر اللي ساهمت في الفوز بالبطولات للنادي الاهلي في الاونه الماضيه. فبالتالي اداره النادي الاهلي لا ترغب ابدا في ان علي معلول يزعل. فغالبا غالبا غالبا قبل السفر الى المغرب هتكون ملامح العقد بتاع علي معلول تم وضعه، بحيث يتم الاعلان فور العوده من المغرب. ايضا سيتم فور العوده من المغرب الاعلان عن تمديد ايه؟ شراء كريم فؤاد والانضمام الى النادي الاهلي، اللي خلص كل حاجه مع النادي الاهلي وعقده لمده 5 سنوات. يبقى كده علي معلول لا يمانع في التجديد، ولكن العروض الخارجيه اللي عنده بتخليه ان هو ما يطلبش من النادي الاهلي رقم مالي، سايب التقدير لإدارة النادي الأهلي المحترم ومحمد شريف، الإيطاليين بيتابعوه. كريم فؤاد سيتم الإعلان عن صفقته بشكل نهائي بعد العودة من المغرب، وعلي معلول أيضا بعدها. هتيجي تسألني على جونيور أجاية على عمرو السولية، أقول لك كل ده معمول عليه هولد دلوقتي، لكن الأهم بالنسبة لإدارة النادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب هو الحرص على استقرار القوام الأساسي للفريق وترضية علي معلول، بحيث ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي وبيلعب بمزاج باذن الله تعالى. لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير. لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير. اضرب اللايك يا غالي، اضرب اللايك. اضرب اللايك يا غالي. طيب. بالنسبة للنادي الاهلي، عمرو السولية سيكون متواجدا في مباراة الاهلي والمقاصة الخامسة مساء الأحد بإذن الله تعالى، أول أيام شهر ذي الحجة المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. مباراة مؤجلة من الأسبوع 18. كابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي المقاصة
عنده حرص شديد جدا 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 على عدم اللعب بخشونة او اصابة اي لاعب من عناصر النادي الاهلي قبل السفر الى المغرب يوم 13 باذن الله تعالى لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في النهائي الافريقي اللي بيديره حكم مجهول. والحكم المجهول يصيبك بالخوف والرعب شديد جدا من وجود اي يعني ايه اخطاء تحكيمية فجة تؤثر على نتيجة المباراة. انتشرت ايضا على مواقع السوشيال ميديا من امبارح كده يقولك أفشة زعلان عشان محمد شريف ما مررش الكرة له زي ما عمر ابني كان بيقول. أفشة ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف مش ناس عقليتها صغيرة، لكن أفشة لما لقى الكلام كتير على السوشيال ميديا غرض على الانستجرام وكتب الآتي: الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب، ان شاء الله الاهلي دايما قد الرهان. محمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر باذن الله، يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل مهاجمين الفريق، نعدي بهم ان شاء الله التحدي الكبير. مبروك محمد مجدي أفشة. هنا صورته اهي والحاجة اللي كتبها اهي اهي. كان البعض يقول لك ايه ده ازاي ومش ازاي، كان مفترض يمرر لأفشة، أفشة ما صنع له أهداف. يعني الناس دي في ناس بتقول عن حسن نية، وفي ناس بيبقى هدفها زرع الفتنة وتأجيج الفتنة بين نجوم النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. لكن ما فيش أي أزمة بين محمد شريف وبين محمد مجدي أفشة. وخلي بالك قبلها قال لك أزمة بين محمد شريف ومحمد الشناوي. ليه؟ لأن ده أصبح ماكينة الأهداف التي تترجم السيطرة المهدنية إلى أهداف تسعد جماهير النادي الاهلي بالفوز بالمباريات، والتي كان اخيرا امبارح تم تحطيم الخطوط الدفاعيه لشركه المقاولين العرب لكره القدم اللي عامله يعني حوائط اسمنتيه رهيبه واداء دفاعي انا مش زعلان منه، انا مبسوط بيه، لانك وارد تقابل كايزر تشيفز هناك ويلعب بنفس الطريقه، لانه لعب بنفس الطريقه قدام الوداد المغربي، قدام الوداد المغربي، فانت عاوز تشوفه. فبالتالي انك انت تلعب على فريق بيلعب دفاع منطقة بهذا الشكل الفج، انت كسبان انك بتجرب، كسبان انك بتعرف ايه اخطائك، كسبان انك انت تبحث عن حلول فردية لاختراق هذه الحصون الدفاعية من اجل الفوز باذن الله تعالى على كايزر تشيفز والعودة ببطولة افريقيا او بالاميرة السمراء الى دولاب البطولات بالنادي الاهلي. في وولتر بواليا سوف يحصل على فرص أعلى في المشاركة في المباريات بعدما حرك المياه الراكدة بعد نزوله لمباراة المقاولون العرب، رغم أنه هو من الناس المعروضة للإعارة لكن أو البيع النهائي. أيضا أحمد رمضان بيكهام هيسافر مع المنتخب، هو ناصر ماهر مروان محسن وسعد سمير قد يحصل على فرصة في الشوط الثاني رغم استبعادهم من المباراة الأخيرة مع مستر بيتسو موسيماني، وذلك لتسوقهم في الفترة المقبلة.